الزول في اللون ما يسمى الزول في اللون. مساء الخير عليكم، الزول مقران، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نتكلموا على الحراك. الناس تسنى باش يعقب الوباء هذا وان شاء الله يبداو الحراك من جديد كما يقولوا هما. مي الحاجه اللي لازمنا نهضروا نتكلموا عليها هو الحراك هذا، يعني واش راح يجيب فايده للبلاد. على حساب الحراكيست يقولوا بلي رانا نحبوا دوله مدنيه ماشي عسكريه. يعني جاست حتى بكري كان دوله مدنيه ماشي عسكريه، مي في كل البلدان تاع العالم كامل العسكر لاش ما يظهروش، مي هما لي كومونديو كيما قال واحد. معليش، مي البروبليم تاعنا حنا ماهوش هكذا، البروبليم تاع الجزائر وحده. وديجا جربنا بلي يا ولدي راهو الشعب الجزائري ماهوش كيما قال واحد بور لانستون، إني با مير، مش يعني يسنى باش يدير دولة ديمقراطية ولا دولة منا، باسكو ديجا الديمقراط يتحسبوا على الأصابع، الناس اللي كيمانا اللي يحبوا يديروا دولة ديمقراطية ويحبوا يديروا دولة كيما قال واحد إيطا لايك، ما كانش، ويتحسبوا على الأصابع. شكون اللي راهو يقدر اليوم يفوز بالانتخابات ولا يقدر إذا دار الانتخابات؟ هما الإسلاميين، وكيفوزوا الإسلاميين صافي دير بلي راح نوليو لاكاز ديبار، راح نوليو يدخلوا جماعة قالها مجاو لي تيروريست ونوليو كي التسعينات. ها باش نعطيكم شوية تروحوا تشوفوا بلي الشيء اللي قاعد نقول فيه راه موش يعني نهضروا كيك باش نخوفوا الناس ولا نو، سي لا فيريتي. راكم روحوا نشوفوا واحد لا فيديو ونعاودوا نرجعوا باش تشوفوا، نعطي لكم 3 فيديو ولا حاجه ونعاودوا نتكلموا ان شاء الله بحول الله. الي خلاص ما صارين نحينا غير يديروا روحهم باللي راه باغي نحوروا بالعمر تاعو واش راه يحوس. ها بارك راه يقول باللي جماعه ويا اللي حطوا السلاح خلاص. ايه نقول لكم إلا نحيك الجلابة هذه ولبس ثرية ولا الخلاف. أنتوا إلا لبست ثرية ونحيك هذه الجلابة ولا الشاشية خلاف. أنتوا يا ولا أغراضي بحكوا قدام زوجة نتاع ويغرش. عاني قلتلكم أنا باش نستحضركم يا والله ما يخرش والله ولا بالعلم نتاع الطير. أنا الديمقراطية كفر. تحية للشعب الجزائري، تحية للشعب الجزائري العظيم الذي وقف هذه الثورة المباركة، الحمد لله. الشعب الجزائري الذي أحبط العهود الخامسة، وأحبط انتخابات 18 أبريل، وأحبط انتخابات ربع جويلية. كانوا يراهنون على انه سوف يتوقف في شهر رمضان الصايمه المفروض في العراق، الحمد لله احبط هذا الامر. الشعب الجزائري ضحى بعطلته، ضحى بفصل الصيف، وها هو فوالا كيما تبعتوا كنتوا تتبعوا، ولكن الناس يتعرف الناس الاولاد الصغار المساكن اللي ما حضروش التسعينات. على كل حال ما يقدروش يعرفوا شكون هو النهار الاول هذاك اللي في الفيديو الاولى، الاخ كمال قمازي كيما قال واحد، هو واحد من اللي كادر نتاع الفيس اللي كيما شفتوا هذاك في التسعينات وين قال لهم باللي نذبحوه في الفلاشوك، نحي هذه القنطوره هذه ونحي الشاشيه خلات، ونروح نذبحوه قدام المراه نتاعو في الفلاش نتاعو. بون يا اخي سمعتوا هذا صار في التسعينات وشفتوا واش صار في التسعينات، 200 الف قتيل
ولاد ذبحوا، نساء ذبحوا واغتصبوا، دي بي بي دي بي بي ذبحوا باش يكون في عندكم، دي بي بي ذبحوا يا ناس باسم الإسلام، نساء نساء اغتصبوهم باسم الإسلام، نساء اغتصبوهم باسم الإسلام. نعطيكم غير تفرد حاجة برك، واحد ذبح ولده صغير بيبي في عمره ميم با 3 سون وذبح يمه بحذاه. هذه راهي قصة رسمية، راهي ماشي يعني خوفوا فيكم ولا 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 منا. كانت القوات الأمن مدايرة راتيساج في جبل بابور، وقريب يلحقوا الواحد كيف اسمه واحد وين مدرقين الإرهابيين. ألور طفل طفل صغير مسكين حالته برد ولا ما نعرفوش بيه، بدا يبكي وعيوه باش يسكتوه، هما تقول اسكت تعيا باش يسكتوه. الور جا كي قرب العسكر قريب يوصل لاكروت هذيك وين فيها الارهابيين المدرقين، قالوا له قالوا له جماعه الارهابيين، قالوا الاخر قالوا سكت عينا ولدك ورايحين قريب يلحقوا القوات الامن طالعين في الجبل. يقول قال هذاك الراجل هذا قال المرتو اعطيني الطفل هنا يسكتوا، هزوا داه حتى الام تسمع في ولدها مسكين سكت سكت ما كان والو سكت ما كان والو، ظلمه ظلمه في لاكروت. ورجع رجع يستنى في حتى هو يستناو في 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 الجيش قوات الجيش طالعه من هيت. المراه مسكينه كي شافت ولدها باللي ما كانش راحت مسكينه في الظلمه تشوف ترى وين هو ولدها، كي لحت يدها لقات ولدها مكسي راسه مكسوم، قسموه له باباه ذبحوا ذبحوا باباه وطيشوا في الدمومات. بدات امو تعيط وهي بدات تعيط، الحق عليها راجلها وحكمها ذبحها في لاكروت تما. هاد الناس هادو ماهمش بشر، هاد الناس هادو ماهمش بشر، هذه وحده برك من الاف والالاف والالاف والالاف. في الرمقه في لاكومين دو الرمقه يا الناس باش تعرفوا، في ليله وحده هذه في جويه في غليزان، في ليله وحده هبطوا ذبحوا تقريب 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 ما شو نقول لكم انا والله، حتى لنا 1200 واحد اللي ذبحوهم في الرمقه، 1200 واحد هبطوا لهم من الجبل دخلوا لها لاكومين هذه نتاع الرمقه هذه، ما خلاو لا الطفل صغير ما خلاو لا الوغ. يرحم والديكم، نتوما تسناو باش الحراك باش توليو ترجعوا هذو للناس هذو اللي كنتو تشوفوا فيهم، توليو ترجعوا للناس هذو اللي كنتو تشوفوا فيهم. هاو سيك مازي اللي كان يقول لهم نذبح، هاو رجع اليوم وهاكم شفتوه في الفيديو كيفاش يقول لهم رانا ان شاء الله ننتصروا ورانا ننتصروا. واش تنتصر نتايا ارهابي كيما نتا واش راح تنتصر؟ انا نقول برك حاجه واحده للاخوان تاع الحراك، يا جماعه راكم غالطين في حساباتكم، راكم غالطين في حساباتكم. انا راني ما ندافعش على كيف اسمه على 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 البوفوار، وما نحتاجش البوفوار، وما نقول حتى لواحد راه تحكم البوفوار. انا نقول باللي لازمكم ديروا براج لهاد الذباحين، لازم ديروا براج للناس هادو، خطراش راكم باش تديوها نتوما لهاد الديموقراط هذه، راهي ما كانش منها الديموقراط هادو، راهو ما كانش منها امبوسيبل. دونك راح تصرنا كي 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 التسعينات كيف كيف يفوزوا بها الاسلاميين، ومن بعد خاطش شوف اذا داروا انتخابات راهم يفوزوا هما، واذا طاح البوفوار وصرات خلوطه راهم هما اللي يديوا البوفوار. من بعد يدخل الجيش يقول لك باش نحمي الدوله، يدخل ونوليو كي بكري كيما قال واحد، نوليو الشيء اللي صرا في التسعينات يعاود يجي. هاك مشتو حتى في مصر، حتى في مصر واش شفتوا كيفاش جابوا هذاك الاسلاميست هذاك، ها هو نجح وهاو منا الله اكبر الله اكبر. ومن بعد قال لك حق حق ها هو الارهاب جا سي كيما قال واحد السيسي جبد الطابي بالاسلاميست. وهاكم تشوفوا اليوم كيف كيف صراحة ترانا حنا كيف كيف. دونك انا الحاجه وحدها الحاجه الوحده اللي حبيت نقولها للحراكيين، اذا حبيتوا صح ديروا دوله ديمقراطيه راه لازم الساعه يفوتغي ميليتي يفوتغي تو دابور، خلي الناس هادو تبون وجمعتو هادو قال خويا خي تحب دير اصلاحات نتبعوهم لازم يديروا لنا اصلاحات. لازم تو دابور يبداو بهالناس هادو اللي قاعدين يحرضوا، هاد الناس هادو اللي حاكمين المساجد، هاد الناس هادو اللي كيما هذا سي قمازي هذا سي تان كريمينال هذا اللي يقول اليوم راه هذا قمازي هذا راهو اللي بلو دونجورو كو لي تيوريست اللي كانوا في الجبل. روحوا هذا قمازي واحد بركه روحوا شوفوا عليه بالحاج او
كل نهار كل نهار روحوا تشوفوا لي فيديو نتاعو، ادخلوا للسيت نتاع الفيس وتشوفوا، راهو يكذب عليكم الكاذب اللي يقول لكم بلي راهو علي بالحاج راهو كل جمعه دوكا دوكا الحمد لله وكاين مع الكوفيد 19 هذا راهو ما يخرجش. بصح اللي كي يفوت الكوفيد 19 كل جمعه قوات الامن يحاصروا الدار نتاعو وما يخليوهش يخرج، سينو راهو كيما قال واحد يروح للمسجد ويزيد يدير مشاكل كي بكري. دونك يفوت غير دابور نتبعوا الناس هذو كيما قال واحد يحبسوا من المشاكل نتاعهم، اذا ما يحبسوش كاينه دوله دوله تاخذ الاجراءات نتاعها مع الناس هذو. ثانيه كيف اسمه لي بارتي بوليتيك، لي بارتي بوليتيك اللي خلوهم كيما النهضه وكيما حماس وكيما هذو ما دام يخليو فيهم راهم راهي مؤامره، راهي مؤامره. علاش يخليو فيهم؟ خاطرش اي واضحه لا كونستيتيسيون الارتيكل 42 يقول لك باللي ما تنجمش دير يمنع عليك باش دير كيف اسمه ان بارتي يكون باسم الاسلام ولا باسم الجهويه ولا باسم اللغه، وهما مخلينهم نورمالمون الهيراكيست الهيراكيين نعيطوا كيف اسمه الدوله قال الحبس، قال هاد الناس هادو نهزوا الملف نتاعهم ونديوهم للعداله، العداله هي تحكم الناس هادو تنحيهم لاغريمون باسكو لاغريمون عطاهم لهم بالعاني يخليهم ديما يخلعوا بهم الشعب، قال ها هما تخليونا حنا نقعدوا ولا نجيبوا لكم الناس هذو، هذه هي الاخر خطاش كان عينهم فيهم. قال له حسين محمد انت هل 200 الف قتيل اللي ذبحتوهم واللي ونساء اللي اغتصبتوهم ها واللي مولاو يهضروا ويقولوا والجيش الجيش علاه جيش جيش ولد الشعب جيش راح يذبح ولادو، اكون نتوما اللي ذبحتوا للناس هذو ماشي الجيش، الجيش ني الجيش ني الشرطه ني الدرك ني والو، الجيش عمرو ما ينجم يروح كيما قال واحد شكون هو اللي في الجيش؟ ما كاينش واحد اللي ما عندوش خوه ولا ابن عمه في الجيش ولا ما كاينش منها، فهمتوا؟ هذه تاع الجيش اللي يقتل وهذا ونزار وجماعه هذه كلها حكايات فارغه راهم يكذبوا عليكم. دونك نتوما واش لازم نديروا؟ نتوما لازمكم تاع الحراكيين، قال اخويا حبس لنا هاد الناس هذو، حبسهم لنا نحينا كيف اسمه النهضه وحماس وهذا وجماعه كيف كيف حتى تاع لفلا فرون دو ليبراسيون ناسيونال، واش بقى من 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 ليبري فرون دو ليبراسيون ناسيونال شحال ليبريو؟ هي حنا انديبوندون عندنا 50 سنه وحنا انديبوندون، دونك لفلا لازم اخويا تاع الشعب كل تاع الجزائريين كل هذا يروح للميزي. واللي حاب يدير كيما قال واحد بارتي اخويا بوليتيك يجي اذا عطى له الشعب الله يسهل. لا فلان لا رندي هادو جماعه الحزاب هادو نتاع الاسلاميست لازمهم قال اخويا حبس ما بقاش نديرو ناس اخرين اخويا اللي يجيو اللي عطى له الشعب مبروك عليه، اللي عنده بروغرام بوليتيك مبروك عليه. على كل حال انا ان شاء الله نزيد نعاود ونرجعوا في كانش فيديو اخر على الناس هادو بعد ونعطي لكم باللي اتونسيون راهي الحاله اكثر 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 من التسعينات. غدوه لو كان الله يقدر كاش ما يسرى راهي الجزائر سيفيني منعنا من التسعينات، مي الخطره هذه ربي يستر. نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله ونرجعوا في كانش فيديو اخرى.